بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب بيكم طبعا في وصفه جديده على قناتنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. بس النهارده الحاجه منورانا، جبتها لكم بلد مخصوص عشان موضوع الكوبري الغمراوي اللي فيه يعني في حاجات كتير كده داخله ببعضيها، فجبناها الحاجه مخصوص عشان تعمل لنا الكوبري الغمراوي. منوره يا حاجه. الله يخليك. عامله ايه؟ الحمد لله بخير. كله تمام؟ تمام الحمد لله. امي بقى تعمل لكم الكوبري الغمراوي عشان تعرفوا ما فاتش لمين. يلا تعمل لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت شفت في طرق الموضوع على النت كتير صح؟ ايوه. بس عايزين نشوف بقى على اصولها. تمام؟ دي بقى ايه الكوبوبة الاصلية بقى. الغمراوي. الغمراوي. هتعجبكم والله بجد. ان شاء الله باذن الله. ما كناش الا بين ايديها. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف المقادير بقى. هنبدا نص كيلو لحمة. لحمة مفرومة. لحمة مفرومة. وتكون يعني ايه فيها بعض دهن شوية. تمام. بصلتين اثنين متوسطين. تمام. من 7 لـ 8 فصوص ثوم. كربوناتو. زيت طبعا للتبطيط بتاع الكوبيبه. خضار شبت بقدونس كزبره. شبت بقدونس كزبره. النص كيلو لحمه بياخد 3 ارباع كيلو رز. دي اهم حاجه. النص كيلو لحمه مفرومه بياخد 3 ارباع كيلو رز. انت الرز ده هو مسلوق لا ما تغسلوش. مغسول. رز مغسول. تمام. نبدا بقى ايه اول ما نبدا الكبده. انت عايز كبه؟ انا كنت عايز هون. يلا مش مشكله. هون في كبه لكن هون عندي كلام كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بقى بص بصوا الطريقه يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي اللحمه المفرومه البلدي. جميل. حط معايا ايه بقى؟ كربوناتو. ايوه دي كربوناتو. بتحط قد ايه بقى؟ ربع معلقه كربوناتو. بص ربع معلقه يا جماعه. تمام. ربع معلقه. دي اهم حاجه عشان بفتح ال ما تبقاش مكتومه. ايوه تمام. والملح. الملح عادي. ماشي فيها الملح. ماشي. ده الملح عندنا شويه معايا. نص معلقه ملح. نص معلقه ملح. ملح اهو. على اللحمه المفرومه. تمام. كل ده بيساعد على انها تقيل. وطبعا الاحلى برضو تحط ايه فصين اتنين توم وانت بتعمل اللحم. يعني. ده بيساعد على ان ايه التسميج يولي. التسميج؟ ايوه. بتسمج معايا. دي عشان دي اهم حاجه. توكل على الله. بسم الله ما شاء الله. سمغت بقى من بقى الثوم والكربوناتو والملح. شفتوا بقى يا جماعه بتساعد على ان شوف الكربوناتو وملح بتلزق في ايدي ازاي. احنا بنتفرج عليها كله على بعضه ويتسمغ. لكن دي الاول اللحمه مع الثوم مع البيكربوناتو. سمغناه كويس. حلو قوي. بعد كده نجيب الخضار بقى. الخضار اعمل على ايدي ولا على لو النبي على ايدي. احنا عايزين نبقى حاجه بلدي. ماشي. يا سيفوك في البلانش الحاجات دي بتاعتنا بتاعت الناس الفاضي. ايوه يا حاجه منوره يا حاجه منوره. شفتوا التقطيع بقى؟ شفتوا بقى؟ انت في مره اتعورتي من التقطيع دي؟ لا لا الحمد لله. اوعى تبشر عليا. خمسه والخميسه. خمسه والخميسه. قطعت الخضره انت كده خلاص؟ بعد ما قطعنا الخضره هنشيل بقى اللحمه من الكبه اللي هي طبعا بقت مسمغه وخفيفه. دي كده اشيلها لك انا اهي ان شاء الله. حطها لي في البوله هنا. ايوه ما شاء الله اللحمه مسمغه زي الفل. جميل. يلا انا اقطع بقى البصل ده في نفس الكبه. ايوه ده كلام جميل. حلو قوي. معلش. ثوم. ثوم 4 فصوص ثوم. حلو الكلام. الخضار بقدونس وكزبره وشبت. بقدونس وكزبره وشبت ما شاء الله. يلا. طب ده مش هي كده مش هتحسه ميه؟ لا لا مش ميه. حلو الكلام ده قوي. لا اقفل ولا احط اي حاجه؟ لا تقفل على الله. على الله. انت دلوقتي ضربت الخضار؟ الخضار والبصل والثوم. الفكره كل اللي انت بتشرحيها ان انت ازاي تسمغي الكوبيبه الغمراء. ايوه علشان ما تفهمين؟ فاهمين؟ تمام تمام في الكل. يلا اعمل ايه دلوقتي بقى؟ هحط بقى الخضار. عايزين بقى طبعا شويه بهارات. هنا هنا؟ الخضار هنا بقى والبصل والثوم. وش حاجة احلى قليل في الدنيا. ماشي. عايز ايه بهارات؟ عايز شويه بهارات كده مصراوي انما اي حاجه كده سبيشال. جاوب عشاني. اتفضلي. بهارات شويه فلفل اسمر. فلفل اسمر اتفضلي. عندي شويه فلفل اسمر. في بقى كزبره والكمون وكده. كزبره وكمون عينيا. ادي الكمون يا حاجة. كزبره كمون فلفل اسمر بهارات. جميل. ماشي. وبعد كده؟ وبعد كده بقى ايه نضرب كله بقى مع بعضيه كده. مع بعضه بايدينا. بايدينا. الله نسمغ. نسمغ.
ثم نسمع وبعدين نرجع تاني للكبده ونحطهم في الكبده تاني. لا والله هنرجع للكبده. اه كبير. مش عايزين ناكل كويبه. يلا انا وقت تاني الكبه. تمام. حلو. اعمل ايه بقى؟ يلا اضرب بقى الكبه. كله مع بعض بقى. احنا طبعا حطينا اللحمه مع الخضار مع الثوم مع البصل والبهارات والملح طبعا قبل كده وهو الكربونات. التسبيكه عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله بقى. شوف اهي طالما تلزق في الايد كده يبقى مش هتفرط خالص، هتبقى بقى جميله جدا وما تعجنش ولا اي حاجه. والله العظيم انا بقالي سنين معاك اهو. واول مره اعرف اللي هي بتعمل كده. احنا بقى كده هناخد بقى الكبه ونستنى في بقى في سلاح هنا عايزين ناخده اهو. يلا نزل انت براحتك وعلى مهلك خالص. طبعا المفروض الهون وقته دلوقتي صح؟ اه هو الهون بقى بيسمك شويه في ال هنحط بقى مش الهون اللي هو الخشب ده، انت عايز الهون اللي هو الحديد اللي كنت بتصدق اللي كنت بتصحينا زمان. هنحط بقى الرز مع مع الخلطه ديت اهي. فاكر لما كنت بتصحينا من النوم؟ اه بايد الهون بايد الهون. تمام حلوه بقى بتبداي تتسمقيها. ما شاء الله هي في السماره جميله. شفتوا الفكره يا جماعه؟ مش كله على بعضه وخلاص. ولو عندك مثلا ايد هون كده اهو كده من غير حتى ما تحطيه في هون كده 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 سمريها شويه. طب ايه رايك ناخدها لفه في الكبه؟ ينفع؟ ممكن لو حته ماشي. ما شاء الله مسمره خالص. هي يعني حلوه؟ اه خلاص. لا مسمره خالص. خلاص. مصنخه لانه رز حتى انا جايبه اللي هو الاكسار الصغير ده فبصراحه مظبط الدنيا قوي. بسم الله ما شاء الله. تعرفي منين بقى اللي هي ظبطت معاكي؟ اهي بقى شوفي الجامده اهي ومسمغه. ليك بقى لما تبقاش كويسه بتبقى تلاقي رز عمال يقع منها. ايوه كده بقى اهي تروح بالزيت. نبدا بقى ايه؟ ايوه الله مصبحها اهي. الشغل العادي ما شاء الله. في ناس بتاخدها ممكن هي تخزنها؟ يعني هي جمالها بقى ما تتخزن في الثلاجه. يعني انا عامله اني عامله جايبه 2 كيلو لحمه قبل رمضان وعامله في الثلاجه قبل الفطار بساعه بروح جايباها واروح غاليه الشوربه واروح ساقطها فيها تبقى في منتهى الجمال. حلو قوي. يعني ممكن تخزنيها الناس الموظفين ممكن يخزنوها. ده جميل الحلاوه دي حاجه. وكل ما تخزنيها تخزنها طيب بقى ترسم فوق بعض؟ لا هي كده حواليك كده عشان ما تلزقش في بعض. لا امال انتوا بتعملوها رصه ازاي؟ ما هو رصه بقى الثانيه رصه الثانيه بتكون ارتاحت شويه. الكوند بتاعي. ايوه تكون الله. طب دي كده بقى مش هتعجن في بعضها ولا؟ لا هو الزيت بقى بيساعد على انها تبقى ايه؟ الزيت بيساعد. بص كل واحده بتصبحها تحط زيت. لازم احط زيت اللي بقى عشان بتساعد ان هو ايه؟ لما باجي بقى اخزنها بحطها كده في الثلاجه فبتمسك في بعض. الزيت بقى بيخليها ما تمسكش في بعضها. طب انتوا بتخزنها في الفريزر هتحطها فوق بعضها عادي؟ لا عادي. تمام. يعني بعد ما تخلصيها الرصه ديت تحطها فوق بعضها. فوق بعضها بقى اللي هي رصه يا جماعه كده على بعضها. حلو الكلام ده قوي. يلا نكمل. ما شاء الله الحاجه سخنت الموضوع. الشوربه هنا صح؟ ايوه. دي الشوربه ديت شوربه فراخ؟ شوربه فراخ. وطماطم يا محمد. طماطمية محطوطه طماطم. الله يعينك. حاجه احنا شفات برضه ماشي. ماشي هي الطماطم بيديها طعم جميل. حلو قوي. شوربه فراخ هي. في حاجه عايز اقول لك عليها. يفضل بعد ما تتعمل ترتاح شويه. ايوه لازم يعني ترتاح شويه تبقى احسن. ترتاح شويه. دي في اي فرح يا جماعه اي افراح اي حاجات لازم تلاقي الكوبا الغمراء ديت رقم واحد يعني في العزومات. بس بصراحه بقى من غمر بيدقوها بقى. بصراحه ما بدقهاش. انا ما بدقهاش. من غمر بيدقوها عشان تسمى. اليوم العالمي للكوبا بيبقى يوم ايه في غمر؟ يوم الموسم، يوم وقفه عرفات، يوم ويوم الخميس. ده كل خميس بيتزنق. لا الخميس في سهرات محشي. موتنا في المحشي. تلاقينا حاطه في الثلاجه اكتر من 6 7 كفايه يا حاجه في ناس بتعمل دايت. ما ينفعش خلاص ما ينفعش ده يجيب اجنه. ماشي ما شاء الله الكميه دي كلها نص كيلو لحمه. نص كيلو هما على ثلاث ارباع كيلو. تقضي يعني تقضي خمس ست افراد. تمام دي بقى عشان نخزنها كده. انت دلوقتي بقى عايز تخزنيها. نخزنها نعملها بقى ايه طوابير فوق بعضها اهي كده اهي. بعد ما رصناها كده. بعد ما رصناها طوابير فوق بعضها كده. وطبعا طبقه الزيت جميله جدا عشان ايه؟ تفصل من بعضيها. تفصل من بعضها. ايوه تمام. كده يعني. امال ايه الاطباق دي يا محمد؟ اطباق جميله قوي. اطباق جميله قوي. صيني؟ شوف اي حد بيجي يبص عليها يفتكر هي صيني. اطباق دي ميلانين. دي اسمها قلت قبل كده والله انت شكلك مش متابع البرنامج اصلا. دي اسمها هابشيف. دي هابشيف دي تركي. 100% ميلامين. بسم الله ما شاء الله. شفتي عامله ازاي؟ لا جميله بسم الله. اي حد يتخمي فيها ان هي صيني. انا بحسبها صيني. لا 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 اطباق ميلامين.
ما شاء الله من شركه برايتز هاوس اللي بتقدري تحصل عليها الاطباق الجميله ديت. في منها كذا لون اصلا ما شاء الله يعني. حلو كده هنبدا ناخدها في الفريزر. تتحط بقى في الفريزر وتقول وكل بقى ايه مثلا انتوا مثلا هتاكل نفرين اتنين تقوم السطرين تعملوه. حلو قوي. تلات اربع تنفار تروحوا عاملينها كلها. الله. ونص كيلو لحمه بياخد من 35 قرص ل 38 قرص كده. 38 قرص كبيبه. كبيبه. يبقى اجيب عندي الشوربه اللي انت حطيت فيها طبق ميه. الشوربه بقى حطيت فيها طبق ميه وظبطت الملح. وخلي بالك ان الشوربه ما تبقاش حاده قوي لان هي فيها ملح برضه. حلو. فكده بقى هنسقط ده. هنسقطها بقى بس خلي بالك ايه ما هي مش هتلزق في بعضها. لا لا مش هتلزق لان هي طبعا انا بقول ايه الزيت عشان ما تتخزن. نسيبها قد ايه بقى لحد ما تستوي؟ هي يعني مثلا ايه تاخد حوالي ربع ساعة تغلي وبعد ربع ساعة تروح موطى كمان ربع ساعة، هي بتاخد نص ساعة. يعني ربع ساعة الأول غليان؟ غليان وبعد ما تغلي نروح موطيه. الله عليك. نشوفكم بعد الفاصل. ماشي. بسم الله. أنت هتعملي دلوقتي إيه بقى هنا؟ فلفل أسمر على البيض عشان يضيع الزفار. ده بيض أهو ثلاث بيضات يا جماعة. وشوية ملح صغيرين. وشوية ملح. حلو الكلام. ونضرب بقى الله عليك. هنا بقول لك هنا عدى ربع ساعة هبدا اوطي عليها بقى. توطي اقدام غليت توطي. بص بقى يا جماعة بقى التسميغة اللي بنتكلم عليها. عايز اشيل واحدة كده بص ما شاء الله ولا واحدة فكت كله اهو. الله عليك اهو. شغل فاخر من الاخر يا حاجة. اوطي عليها بقى خالص ها. بسم الله ما شاء الله ما خدتش ربع ساعة انا. ربع ساعة ما هي سريعة بس اهم حاجة في صنعتها ازاي انت تسمغيها. تمام كده. كده بقى عملنا البيض. استنى دي لما تطلع تبرد. الزيت بقى يقدع نحط كده وفي الزيت. نشوف كوره بص. هنطلعها بقى من الشوربه. خلاص كده ما شاء الله استوت اهي. استوت اهي هنطلعها بقى من الشوربه كده. طبعا لو ريحت يا جماعه في الثلاجه احلى بكتير. احنا عملناها كلها يعني طازه على طول اول باول. لكن لو ريحت تبقى احلى بكتير. تمام هنطلعها. بس بقى ما فيش رز ايه عامل منها او لو الدقه. لو الدقه مش هتلاقي رز طالع محبب كده. ايوه. ده جميل. فيفضل احنا ايه نعملها على طول. تمام بعد ما نحطها هنا بقى نسيبها تبرد شويه. لا مش مشكله يعني مثلا كده البيض بقى عملناه وعملت البيض والتبيض. تمام واقوم ايه معلق عندي على طاسه هنا على النار حاطط فيها شويه زيت هنا. كمان اهو وان شاء الله انا عارف انتوا بتحبوا الزيت والسمنه كتير. عايزين بقى نعمل طريقه السمنه البلدي للناس عشان كل واحد الناس كتير سالتنا عليها. البيض بقى بيضتين اتنين شويه فلفل اسمر شويه ملح. تمام شويه ملح ونضربهم. هي سخنه. ايوه سخنه بتبدا تطلعيها تحطها في البيض وتنزليها فين؟ في الزيت بقى. في الزيت. يلا هو بينزل لسه شويه شغال. يلا بيض اهو. حلو ونبدا نحمرها بقى من جنبين الاثنين. تعالى ما بتتحط بقى في الثلاجه في الفريزر. ما فيش الرز ده ما بيبانش منها فيها خالص. ما بيبانش خالص بس احنا عملناه على طول. احنا عملناه على طول عشان احنا تبين الطريقه للناس كلها. تتحمر من الجنبين. تمام اخر مرحله بقى بيض خلاص حمرتها على الجنبين ورحنا محمرينها. في ناس بتحبها تاكلها من غير تحميل ماشي. دي بقى لا بس التحميل موضوع تاني. التحميل بيخلي بس اهم حاجه لازم الزيت يبقى يسخن. الزيت يسخن عشان ما تلزقش ولا يقدح. يقدح ايه النبي عربي يا ست ونعم بالله. الله ينور حاجة. حلو ده ما شاء الله. كفته حكايه كبير نمال صراحه. ما شاء الله عليك. يلا طلعيها بقى نطلعها نحطها على الطاقه على هنا. الله عليك. الشوكو هي بتغرس فيها نعرف الجوده بتاعت الكل عامله ازاي. يعني مش تسميغه يا جماعه. يبقى قلنا طريقه التخزين قلنا على كل حاجه اتكلمنا عن اصول الكوبيبه الغمراوي. يا رب ان شاء الله تعجبكم. تسلم ايدين الحاج طبعا من عيلتك يا رب. تعالوا بقى ايه تعالى كده تعالى جرب نشارك حاجه وروقها لي كده بقى. تعالى هنا حاضر. شكرا ليك يا حاجه. نعم. بألف وشفا. الله يخليك. ربنا يصلح حالك. الله يخليك ايدك بقى يا حاجه. بص يا حاجه. صوت طيبين. نورتينا والله. واتمنى ان شاء الله الفيديو نجح عجبكم. ان شاء الله. ما تنسوش بقى تدعمونا بقى سبسكرايب ان شاء الله وتتابعونا على الوصفه وعايزين وصفات ثانيه. هنخش بقى بالفطير والرواق. ان شاء الله. الايام اللي جايه. اشوفكم على خير. السلام عليكم. وعليكم السلام.